يوم جديد، فجر جديد، والسر في نجاحنا روح الفريق. بالإصرار والعمل يتحقق الأمل، والأول مرة في مصر والشرق الأوسط بطولة العالم للكيك بوكس إير فورس 1. هتبدأ البطولة يوم 15/9/2021، وتشارك مصر ب 12 لاعب ضمن فريق القوات الجوية المصرية. مباراة الافتتاح بين لاعب جمهورية مصر العربية العقيد محمد عبدو أبوستين واللاعب الروسي نيكيتا سيرفوتشيكن. بطولة العالم للكيك بوكس إير فورس 1 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وشركة IFA وشركة روابط.